أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أحد معبر الرؤى عبر رؤيا لامرأة يقول أحسن الله إليكم أحد معبر الرؤى عبر رؤيا لامرأة وقال لها إن قريبتها المتوفاة إن الله قد غفر لها وهي من أهل الجنة، فهل حكمه عليها بأنها من أهل الجنة صحيح؟ لا أدري، الجنة ما لا يعلم أهلها إلا الله سبحانه وتعالى، والرؤيا لا تفيد العلم ولا تفيد اليقين، إنما هي تحري فقط، تحري فقط. نعم.